بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين صاحب السماحة والفضيلة ممثل الأسرة المالكية ورئيس الاتحاد الوطني للجمعيات الإسلامية في السنغال الشيخ عبد العزيز سي الإبن. صاحب المعالي حاكم إقليمية كيس ممثل رئيس الجمهورية السنغالية السيد الشيخ سعد أبي جوف. سيادة رئيس البلدية تيوان السيد محمد مصطفى نيان. أصحاب السعادة ممثلي سفراء العروبة والإسلام سيادة الأخ مفتاح أبو عيش أمين مكتب جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، حضرة الشيوخ الموقرين، حضرة الأساتذة والمعلمين، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن العالم الإسلامي يحتفل اليوم بانتهاء وقدوم عام جديد، وفي هذه المناسبة التاريخية العظيمة يسعدنا أن نقول لكم جميعا ولكل المسلمين في بقاع الأرض، نقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونقول لكم مرة أخرى مرحبا بكم أنتم في بلدكم وبين أهلكم. كل عام وأنتم بخير، إلا أن الجدير بالذكر هو أن المسلمين عندما يحتفلون بذكرى هذا الحدث التاريخي إنما يقفون لأخذ العبر من أولئك السابقين الأولين الذين كانوا رمز الفداء والتضحية لمسيرة هذا الدين. ولله در القائل إن الحوادث التاريخية الخالدة يصنعها أفراد قلائل ويعيش بفضلها مئات الملايين على ممر الدهور وهم لا يشعرون. لقد قضى السابقون الأولون من المسلمين عهدا بمكة المكرمة، عهدا مزقتهم فيها العصبيات والوثنيات، فعاشوا في مكة قلة مستضعفين يسومهم العدو سوء العذاب ويذيقهم من الأذى ما لا يمكن أن يطاق. ولكن لا قيمة للعقيدة إذا لم يكن صاحبها ترجمة عملية لها
في كل ما يأتي وما يدع وما يخفي وما يعلن. ما يصدق أن الوقائع والأحداث المتجددة فنوع وأسلوب لإملاء النفس الحرة المؤمنة الثقة والصبر والثبات. وقد ضرب النبي للمؤمنين المثل الأعلى في الثبات، وذلك في أشد الظروف حرجا وحيث لم يكن له حول ولا قوة. فقد ودع محمد الفدائي الكبير، ودع مكة أحب البلاد إليه لأنها مسقط رأسه وموضع أهله وعشيرته ومكان أول بيت وضع للناس ومهبط الوحي وقاعدة الدعوة. ودعها ميمما المدينة ومعه فقراء المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم وسلبوا أموالهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا، ذلك بأن الله عز وجل أراد أن يشتري من هؤلاء المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، جنة في الأرض كما عبر بها الشاعر: عاش قوم في جنة الأرض لما جاوروا الحق والحقيقة فيها، وجنة في السماء لقوله عز وجل: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. وهذا بعد أن تأكد نجاحهم في الابتلاء وتبين صدق إيمانهم وأدركهم عهد المكافأة والجزاء على الصبر، فاستنقذهم الله من العذاب وبدل خوفهم أمنا وذلهم عزة ومنعة وهوانهم شرفا وكرامة. فإذا تلك القلة المضيعة بين القبائل من قريش تجد نفسها في دساتير الوحي وكأنها خير أمة أخرجت للناس، فازدادت من ذلك إيمانا مع إيمانه وهدى مع هداه. وإذا المدينة التي تبوأت الدار والإيمان تملأ رحبا وأمنا وقلوب أهلها ألفة وإخاء. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيتكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فاستجابة السابقين الأولين لنداء الهجرة إذن لم تكن إلا أساسا لهيمنة العقيدة وعمق آثارها في نفوسهم، والتي قد أورثتهم من الثقة البالغة بمستقبل قريب أو بعيد قوامه العزة والسيادة. ولم تكن الهجرة بدء التاريخ الإسلامي فحسب، بل كانت مع ذلك بدء التاريخ الإنساني الذي ولد ولادة جديدة. ويقول عيسى بن مريم: من لم يولد مرتين فلن يلج ملكوت السماء. ومهما يكن من أمر فالعقيدة عقيدة والإيمان إيمان. والعقيدة من شأنها أن تتلمس تلمس الأعمى أو تمشي مشية الأعرج، ولكن الإنسان صاحب هذه العقيدة من شأنه أن يتقرب إليها بشتى الوسائل، تارة بالسمع فتسمع، وتارة بالبصر فتنظر وترى آيات الله في الآفاق وفي الأنفس حتى تتبين له أنه الحق.
كذلك يضرب الله الحق بالباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإن دلت هذه العبارات على شيء فإنما تدل على أن مسلم القرن العشرين من واجبه ألا يقصر جهده على يوم أو ليلة، أو يقيد دينه الحنيف على حفلات أو مناسبات، بل من واجبه أن يسعى دائرا مع العام يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، فيحمل بين جنبيه روح الدين وجوهره. ما يحمل الكاتب على هذه المقالة الحكيمة لو كبرت قلوب المسلمين كما تكبر ألسنتهم بالعيد لغيروا وجه التاريخ. ولو اجتمعوا دائما كما يجتمعون لصلاة العيد لهزموا جحافل الأعداء. ولو تصافحت نفوسهم كما تتصافح أيديهم لقضوا على عوامل الفرقة. ولو تبسمت أرواحهم كما تتبسم شفاههم لكانوا مع أهل السماء. ولو ضحوا بأنانيتهم كما يضحون لشياههم لكانت كل أيامهم أعيادا. ولو لبسوا أكمل الأخلاق كما يلبسون أفخر الثياب لكانوا أجمل أمة على ظهر الأرض. ما يصدق أن الإيمان والعمل والعبادة والإخلاص كل أولئك لا يخرج عن إطار ذلك العيد، عيد لأولهم باسم الحياة، وعيد لآخرهم باسم الممات. وكما أتم الوحي صلة السماء بالأرض كذلك يتم الدعاء والعبادة صلة الأرض بالسماء. فتبقى الدعوة والكلمات وكأنها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولقد صدق القائل بهذه الحكمة الكبيرة، وذلك لما سئل عن سر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سر عظمة النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم هو أنه ترك من بعده خلفاء عنه في قيادة الدعوة يفهمون شريعته كما يفهمها، ويتخلقون بأخلاقه كما أدبه ربه. فاستمرت الدعوة من بعده وأدت رسالتها في التاريخ. وأضاف قائلا: لم يجئ رسول الله إلى الدنيا ليكون ملكا عليها فنرث عنه الملك، ولكنما جاء ليكون قائدا لها فنحن نرث عنه القيادة. لكن مشكلة الدعوة في العصر الحديث أن لها أعدادا هائلة من الأنصار لا قادة لهم، أو أن كثيرا من قادتهم ليسوا على مستوى الأحداث، فيحتاج الدعوة إلى ربط الأطراف بعضها ببعض. فالشباب عند نظر البعض يصنعون الدعوة بقلوبهم، والعلماء يصنعونها بعقولهم، والحكماء يصنعونها بأرواحهم. فإذا تعاون القلب والعقل والروح على صنع الدعوة كانت دعوة لا ينطفئ نورها ولا تخبو نارها. وكذلك صنعت الدعوة التاريخ لأول مرة. وقد لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما قد صلح به أولها. ومهما يكن من أمر فلدينا كتاب الله وسنة رسول الله، وما إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا. وفي الختام أود باسمي وباسم جمعية المسترشدين والمسترشدات أن أوجه جزيل الشكر وحسن التقدير إلى الأب
إلى العم، إلى القائد، إلى المستشار، إلى العميد، إلى الكل، الشيخ عبد العزيز الإبن. كما أوجه جزيل الشكر وحسن التقدير إلى كل من لبى دعوتنا أو شارك معنا هذا الحضور، وأخص بالذكر رجال السلك الدبلوماسي الذين مثلوا سفراء العروبة والإسلام، ومنهم ممثل سفارة المملكة العربية السعودية وممثل سفارة الجمهورية الجزائرية والسيد مفتاح أبو عيش أمين مكتب جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. فقد أولونا من صنوف العون ما لا يفي الشكر بحسن تقديره، وهكذا نوجه كل تشكراتنا إلى هذه الجماهير، إلى كل الشيوخ، إلى كل الأساتذة والمعلمين، إلى كل الإخوة والأخوات، ومرة أخرى مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ngen balmi amuñu won sax habitude di lak discours ci yu melni waye wolof dafa wax ni ko am gan yok reer te comme dañu am ay délégation yu joggé ci ambassade pays arabe ki fi représenté as-safir السعودي مونغي في توب اك كيغا خامني مو ريبريزانتي سفير الجمهوريه الجزائريه مونغي في توب اك ايتام سونو مبوك مفتاح ابو عيش ميغا خامني مو في توغال دكتور احمد شريف ميغا خامني مو نيك الامين العام لجمعيه الدعوه الاسلاميه العالميه ومالي تبارك الله ñoñu ñoo tax ñu ubbe rek ci arab pour ñom ñu adresser len suñu nuyo ak suñu sante ci sen teway bu ñu tew fi mu melni nak duñu ci guddel parce que waxtan wi dafa am borom wolof da fay wax sanni ben xeer jam ñaari picc une pierre deux coups tam xarit le tam xarit julit yep ko mom dafa symboliser gaday gi yonentibi gaday makka dem medina bamay gaday makka fele keuru ñi mo am ñep nek fele kaaba ga nek fele ko yalla wahyu fele tambale da'wam kon bu ko de bayyi di dem dafa am lu ko dakal yoyu te moy yalla te yalla mi ko dakal yoyu mo won ci medina diko xaar mo and ak ñi nga xamni itam gem nañu loolu mu jaral len ñu bayyi seen alal bayyi seen bokk bayyi luñu am dem and ak mom fekki ko medina mu melni nak ñun ñokoy fetu ay bari na lu nit fetu te ka tax nga diko fetu taluko won wa mu melni kon nak dañu wax ni ñaari fet rek kam fetu aduna juddu doyna ja ak fetu alakhira de doyna ja lolo taxone mom sang bobu taxone ñuy fetu kérok ba mu paré mission ba yalla paré ci mom ba ray ko sayyidna abou bakr tim ko fon ko fi fon ko fi niko ma atyabaka hayyan wa ma atyabaka mayyitan ya rasul allah sa dundu teyna sa de teyna mu melni dundu gu tey goga ak de gu tey goga
mom lañu yek ci gor gu teddi bi muy Seydi Abou Bakr ci Cheikh Khalifa mo waral ñu jël événement bu tay ni jël ko mom momale ko ko ci ñun fi ci tiwawon ndax ñetti yef Serigne Babacar Sy defa teral diine te terale wu ko jaamu yalla sharia la ko terale bari na ku bari julli bari wor te sharia geureumula gor ki nak lat muy julli di wor tek na sharia geureum ko wonopi bu ñaarel bi moy dafa teral tariq terale wu ko krus waya haqiqa la ko terale wa ndax lat muy jël krus fek na fi mu nek ya'ishu fil ard wa dhikruhu fis sama bu ñettel be nak moy mu teral dundu terale wu ko ñam waya ngor ak mandu la ko terale wa ngor gi pour mom mandu gi pour digentem ak jaamu yalla yi ma defane nak ku bolé ñett yi di gor gu day ni ni mu tollu war na ñoo mëna and ñun ñepp jël suñu bëccëk ñu jox ko ko tay ñu ñew nak ci bis bi pour jox Seyd Abdul Aziz suñu ziyara ak suñu wëlëré ak yeesal suñu pass pass mu yëkëti ko mom jox ko gor gu tedd gi ak bayam bu tedd bi Cheikh Al Hadj Malik wa wax ko rek la ko sha'ir ba waxon ta sha'ir ba yeen ñep xam ngeen ko jarul ma juñu len ko hayatuka lil islam maghnan wa maghnam wa mawtuka law adda ila al maut aslam بخلنا بما في الصالحين من الندى وأنت لما في الصالحين متمم رأيناك من حسن السياسة باسما مع الناس محمود السجايا وهم هم تبارك الله قد فينا لولو رك موي بيتيك دي كي ديس اي سانت لا sant gi nak walaf dafa wax ni yek yek du jelle gan waye fi gan gi moy borom keur gi moy Seyd Abdul Aziz Sy buma ko ko waxe mu xam lan la wax ndax liñu bokk dafa bari xam nako xam nako mu ngi ci xolam mu ngi ci sama boss yalla yalla mo teli ñu wax ko nak mu jotal ñu suñu nuyo ci suñu mam bu tedd bi Cheikh Al Hadj Abdul Aziz Sy do mam bu tedd bi di Tierno Seydou mu ngi ni tok and ak ñi mo andal ñu jotal itam nuyo bobu ci suñu mam Cheikh Al Hadj Al Habib Sy jotale ko itam sunu wayjur ba ca Dakar Serigne Mustapha Sy wa kërëm yépp yabal na leen ñu ñëw teew si ci dajje bi fa tabarakallah diko ñaan it mu jotal ko sunu wayjur bi di Serigne Mansour Sy Serigne Mustapha Sy jamil bu xombal mu ngi ni top and ak jigéenam ak wa kër gi yépp tabarakallah diko wax itam mu jotal ko ki xel yépp di dacc bu ne meng it ni tonn ci sunu biir muy Seyid Cheikh Ahmed Tidiane barakallah mom seyid cheikh bobu nak la ko dalé ci cheikh al hadj abdul aziz ba ci seyid abdul aziz bi mo len mom
fatax leppam ñie ko mom keneen momoko fa tax rek dañ leen di bayyi ñom ñoy wax luñu bëgg xam nga li gëna neex moy dajek gor yi to do wax sa kilifa waxal ma nangam waxumako ni waxal ma nangam way xam na limu wara wax da xam na ni li ci deretam moy daw ci ñepp ñepp ndax ben pass pass be fa tabarakallah ci lañ mu nampatal ñu nampatal ci njabot ci kon nak ñu ngi gëreum sëriñ bi te di la ñaan nga gëreemal le président de la république Abdou Diouf joxna instruction ñi mo am ñepp ministreum yépp joxna leen ay instruction liñ ci wara exécuter yépp exécuter nañ ko mais principalement le gouverneur de la région Cheikh Sadou Diouf ak le préfet adjoint mu ko téwal tabarakallah def nañu luñu wara def ñi leen jappalé té muy le commissaire ak wa gendarmerie ak la police yépp japp nañ ci wa travaux publics wa chemin de fer wa travaux wa Senelec wa Sones wa Sotrac ñepp japp nañ ci liggéey bi tabarakallah waye tam ñu def ben motion de remerciement jëmele ko ci sunu maire dekk bi muy Mustapha Niang wa ak municipalité tiwawone yépp tabarakallah liñu wara def yépp def nañu ko luñu daan def rek def nañu lu ko pour téral gan yi kon nak ñu bayyi la yow nga santé len santi collaborateur yi mo am yépp santi itam ño xamni dañu momal sen bop dajé bi ndax ñu fi am suñu mbokk moy Zainul Abidine mo fi représenter suñu wayjur bi nek Ndiassane di Cheikh Boune Kunta tabarakallah jappalé na njabot yi ci lepp luñu nek daf ci taxaw fuñu jëmit mu yebal fa délégation bu ko représenter ñu ngi tok ci bojom bi ñu ngi itam santi itam Cheikh Tidiane Tall bi nga xamni mo fi représenter Serigne Mountaga Tall tabarakallah di itam gëreum Maudo Sar ben bi nga xamni moy doomu Serigne Saliou Sar wa keur Serigne Saliou yep ñew nañu and ak mom Maudo and ak itam mam Omar and ak itam ak Dour Sall ñu ngi gëreum itam Croix Rouge parce que ñom itam japp nañ ci liggéey bi taxaw nañu njabot yep ak médecin chef bi nga xamni mo nekk fi ci Tiwawon mom itam institution yi ñu ko joxone yep appliquer nako kon nak ñu ngi gëreum dal ñi fi tew ñep ah ken du faté nak sa bop moy suñu bay yu bax yi suñu yaay yu bax yi muqaddam yi président daïra yi ñep lepp lu way wara mëna def rek bi fi yewel ñom ñep def nañ ko yow rek lañ koy sédel ku ñu tuddul itam yef ye démé nonu waye itam rek tudd nañ la ci suñu xol waye itam ñu yégal le sëriñ bi dañ fa am suñu benn mbokk ñu diko wax mam tam mo nek iliman ratti fele ci jakkay musante mu ñew mu dem and ak délégation yi mo andal tabarakallah ak mam abdul hamid kan bi nga xamni soxna mu ko do mo ko yabal pour mu représenter kon nak bokki fofu rek lañuy gattal wax ci di len dewenet di len bal wax di len sargal lepp lu manke rek ni yef yi demé la waye goor gu tetti gi dana ko meuna motal inshallah yalla yalla fay len yeepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa SBN Morshid yini abonné kul abonné len gaw ba salé kulus notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Morshid votre satisfaction est notre fierté.